في الشأن الليبي، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة إن إجراء الانتخابات بعد الاستفتاء على دستور للبلاد أمر ممكن. وأشار دبيبة خلال اجتماع لجنة عودة الأمانة للشعب إلى إمكانية إجراء استفتاء إلكتروني حول رأي الشعب الليبي في إجراء الانتخابات، مؤكدا استعداد حكومته لدعم وتنفيذ الانتخابات في حال توافرت قوانين انتخابية توافقية. وأعلن دبيبة عن سعي الحكومة لإطلاق مبادرة بتواريخ محددة تهدف لتحديد موعد الانتخابات البرلمان حتى يضع الأخير أساسا للانتخابات الرئاسية.